عندنا مجموعة من الشخصيات حتختاري يا تطلعيهم سابع سما يا تنزليهم سابع الله المستعان. جاهزة؟ حاضر. هنبتدي بأول صورة، وفقاً لرأيك فيهم، وفقاً لاختيارات شخصية، تجارب شخصية حصلت بينك وبينهم، تختاري الصورة أو الشخصية حتحطيها فين؟ يلا هنبتدي بأول صورة معك. أنت حتشاوري بإيدك لفوق وتشاوري لتحت. ليلى علبة، وريني إيدك حتروح إزاي؟ ما ينفعش أعمل كده. يعني كده. يا سبع سما يا سبع أرض. يلا خلينا نقول كده. كده؟ أوكي. ليه؟ طلعتيها فوق ليه؟ أنا اشتغلتش معاها إلا فيلم واحد اللي هو إنذار بالطاعة. مش عارفة، ما كانتش حباني. ما كانتش حباني بس مش عارفة ليه يعني. وانا طول عمري كانوا بيقولوا، وانا الاول ما بدات كانوا مسميني شبيهه ليلى علوي، وانا ما كنتش بحب يعني، ما كنتش مهتمه بكده، بس في الاخر هي قالت لحد من الصحفيين مين دي اللي تبقى شبه، فالكلمه ديت ضايقتني فشويه شلت، بس انا بحبها كفنانه وكنجمه مصريه جميله شيك كل حاجه. تمام، عشان كده قلتي لي نص نص. بحبها بس زعلانه منها يعني. ما تعاتبته، ما قلت لهاش ولا اثناء التصوير كلمتيها نهائيا. طيب الشخصيه اللي بعدها، يلا انا ناطره اصبعك، محمود حميده. كده جدا. الاثنين يعني ده الجميل، ده العبقري، ده الاداء، وانا اشتغلت معاه فيلم ديسكو ديسكو وكان من امتع الناس اللي انا اشتغلت معاها، ونفسي التجربه تتكرر تاني، بحبه جدا وهو فنان مش واخد حقه في مصر. تمام. الشخصية الثالثة اللي معانا هنشوفها مع بعض. يلا مفاجأة، نشوى مصطفى. نزلتيها لتحت ليه؟ عشان هي كانت فوق قوي عندي. هي كانت حبيبتي جدا، كانت صاحبتي جدا، والموقف اللي حصل منها ما كنتش عارفة، ما كنتش أتخيله، ولا الهجوم ولا الحالة اللي عملتها لمجرد يعني سوء تفاهم، او هي فهمت حاجه او هي فسرتها على مزاجها. هو التعليق على موقف دينا لما موقف نزلت دينا. التصوير. فبس عايزه اقول لك حاجه، هي حصلت موقف وصالحنا وتعاتبنا وخلاص وصالحنا، بس يظل انا قدام الناس ان هي يعني حسست الناس ان انا عندي عدم مصداقيه، وده مش بحبه. طيب الشخصيه اللي بعدها، هادي الباجوري. هادي؟ ليه يعني؟ هادي سبع سوا طبعا، لانه كان صديقي جدا واخويا وبحبه جدا. وكان في يعني معرفتي بيه كانت ايام ما كان زوج صديقتي الفنانه حنان تركي. هو يمكن احنا حطينا صورته علشان التصريح اللي كان قايله انه ما كانش عنده مشكله مراته تتبس في الافلام والكلام ده. هو كل واحد وليه قناعته، بس انا ما اقدرش انزله سابع ارض لمجرد تصريح انا ما اعرفش وجهه نظر. انا بقول لك انا ما بحبش احجر على وجهه نظر حد. تمام. الشخصيه اللي بعدها، هيفاء وهبي. بصي يا موزه وحبيبتي، لا يجوز. نزلتيها نزول. نزلت لوين؟ خليني ابص. ما بصي، هو يعني ايه، هنحفر في الارض ليه بقى؟ ليه كده؟ ايه بصي، انا مش وجهه نظري حاجه، انا بحبش ان لما العمر يتقدم بينا نفضل على معصيه. يعني انا حاسه ان مين قال هي على معصيه؟ يعني انا لما، لا معلش بقى خلينا نقف هنا، انا مع احترامي لكل الفنانين يلبسوا اللي هم عايزينه، بس انا ما بقاش ده السيستم او دوت منهجي في الحياه ان انا اقلع قوي كده. انا بس فيني اقول لك حاجه، فيني اقول لك حاجه ميار، ممكن هي كمان بتزكي بطريقه تانية، بتساعد بطريقه، بتمارس دينا بطريقه مختلفه. مش اللبس، مش هو اللي بيحكم علينا. مش ممكن اللبس؟ ايه مش اللبس. لا. في ناس بتشوفها بغير طريقه، بطريقه نحترمها. الشخصيه اللي بعدها، الهام شاهين. طب اعمل ايه؟ انا كده احصل لي مشاكل مع الناس. بصي انا عايزه اقول الحقيقه، انه انا يعني هي استاذتي وكل حاجه، بس انا اسفه لازم كده. هتنزليها ليه؟ لان أصفة؟ التصريحات الاخيره كتير قوي ما عجبتنيش. طب ليه؟ ما انت بتقولي ده رايي والناس لازم تحترمه، ده رايها ولازم نحترمه. اوكي، بعيد عن الدين، اتكلموا زي ما انتوا عايزين، عندكم السياسه وعندكم الفن وعندكم الادب وعندكم اي حاجه ممكن الناس تتكلم فيها، الموضه، اي حاجه، بس خلي الدين خط احمر، لانه ده. طب ما ده دينها، دي كمان طريقه وجهه نظرها لدينها، هي شايفاه كمان بنفس الطريقه. الدين مش قابل لوجهات النظر، الدين
نزل من ربنا سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتنقل لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وفي مدارس فقهية وفي شيوخ أجل لا أنا لا أسفهم ولا أقلل من قدرهم ولا أكذبهم ولا ما هي قالت إيه على علشان ده في تفاصيل كتيرة جدا أنا تصريحاتها جميلة يا أستاذة في مكانها زي أستاذة ليلى علوي كده أستاذة إلهام شاهين برضو أستاذة في مجالها وكنت بحلم إن أنا أشتغل معاها اشتغلتش معاها خالص. الشخصية اللي بعدها إناس الدغيدي. أنا مش عارفة أقول خالص جدا تحت يعني كفاية اللي حاصل لي لحد دلوقتي مشهد واحد بس هي ضربتك على إيدك ميار وقالت لك ما ضربتنيش على إيدي بس يمكن ربنا لو ما حطهاش في الطريق ما كنتش لا ما فيك تظلميها بهذا الشكل بس لأنه مشهد طلع لك بمسلسل كنت أنت موافقة عليه لا ده فيلم بقصدي بالفيلم يعني كنت موافقة عليه بس برضه مش حابة وبعدين كمان أنا ما ارتحتش معاها في اللوكيشن خلاص من كتر الزعيق والبهدلة اتبهدلت بصراحة كانت اتبهدلت جدا كانت عنيفة معايا جدا ليه تفتكري مثلا لأني كنت بعترض إن أنا أعمل المشاهد وكانت متضايقه جدا ان انا يعني انت بتعترضي ليه انت وافقتي على الفيلم فانا بصراحه اصطدمت ان المشاهد بتتعمل كده فكنت رافضه طلعت عينها بصراحه من الفيلم فما حبيتش ان انا مره بهدلتني يعني قالت لك ايه فاكره انا كانوا هما بنصور على كورنيش المعادي وانا كنت بصور مسلسل تاني فتاخرت عملت فيا اللي ما انت مين عشان انت انا هعمل واسوي وهشيل لك اليوم فضلت ساكته وما اتكلمتش ومشهد بتاع شريف منير كمان في كواليس بحكي لك بعد الهوا قصص يعني قصص مشكله تعرفي ان انا ليه حق طيب اخر شخصيه معانا منى زكي جوجو حبيبي والله انا بموت في حاجه اسمها منى اصلا لان منى من اول ما ابتدت واحنا صحاب ويمكن يعني كنت لسه ما مثلتش اول مره تروح التلفزيون يعني كانت رايحه التلفزيون راحت معايا فانا بحب منى جدا واشتغلت معاها كذا اشتغلت معاها حاجه اسمها كارت اصفر تقريبا اشتغلت معاها حاجات حلوه وهي فنانه كبيره وعظيمه وانا المشهد اللي اتعمل ولا مش ده بالنسبه لي انا ما خدتش بالي بس حرام ان احنا ندل التاريخ ناس علشان مشهد او علشان شغل ومشهد يعني لا يستحق كل هالضجه يستحق بس زي ما بقول لك لكل جواد كبوه